اه بيصور كده. لا عشان الكاميرا. بص يا احمد اشتغل زوم بقى بعد كده من بعيد عشان البخار الموبايل. عشان تطول يعني. اتكلم بقى. يلا اتكلم. لا ما صورش. شفت ده؟ جاب لك الولع مو ما تعملش زوم على مود الكاميرا. خش انت خش انت خش انا في البخار يبوظ الكاميرا. مش هتموت يعني والله يبوظ. لو النار اهي شغاله اهو. والله الزوم البعيد اهو. الزوم البعيد الزوم البعيد شغال كل مره. طبعا هنا الميه بتغلي عند 100 درجه مئويه وان الرخام الوانه ما تاثرتش وان لون الميه لما يتاثر باي لون يعني زي ما احنا شايفين ان لون الميه شفاف زي ما هو ما تاثرش باللونين الازرق والاصفر. الماء ما زال شفاف ابيض ولم يتاثر بالالوان. يبقى اذا درجه الحراره لا تؤثر في هذا الرخام اما بالغليان او اما بالماء العادي. Thank you.
انا ده هتصوره وانا بشيله. بص هتصوره وانا بشيله وانا بحط ايه. طبعا درجة الرخام درجة الغليان تستمر لحد 7 ساعات ولا تتأثر رخامه.